جاهزين يا شباب؟ جاهزين. جاهزين في سبيل الله؟ جاهزين. جاهزين في سبيل الله؟ جاهزين. كلية المشاة العسكرية في حلب، الهدف القادم الذي بدأ الثوار بمعاركهم للسيطرة عليه. مساحة جغرافية تصل إلى 35 كيلومتر مربع، وسورها البالغ 8 كيلومترات. مدرسة المشاة مثل الصحن بإيدينا بإذن الله سبحانه وتعالى، بس لأنه مساحته شوي كبيرة وشوي سجر. إحنا حاليا هدينا السور، هدينا 10% من السور، طلاقات كلها ونيراننا عم توصل لكل مدرسة المشاة، وبإذن الله سبحانه وتعالى مسألة بس وقت. ما عندهم لا أكل ولا مي ولا شرب. إجت الحوامي كبت لهم الخبز، والحمد لله رب العالمين إجى الخبز لبرا وعطينا للمدنيين، فرحوا فيه كتير المدنيين، حتى الأكل حتى زدتوا لهم زخيرة، والزخيرة راحت على جنب. مدرسة المشاة هاي هون ليك، هذا السور، هذا السور مدرسة المشاة أمامك هون، هذا السور مطوق، إحنا على جانب مدرسة السور المشاة من كل اتجاهات. بخطوات سريعة تقدم المقاتلون على محيط الكلية العسكرية. حصار دام لأسبوعين استعد من خلاله الثوار وفتحوا منافذ لهم في الجدران المحيطة بهذا المكان. القادة أعدوا خطة الاقتحام وبدأت المعركة. لواء التوحيد، الفوج الرائد، الفوج السادس، تجمع يا شباب، يا شباب، تجمع نصر سوريا، والفوج السادس لواء عنادان. بعد حصار مدرسة المشاة لمدة لأكثر من 20 يوم، يقوم الآن لواء عنادان باقتحام مدرسة المشاة. طيع نصر لواء عنادان تحت سور المشاة على محيط المدرسة. الله، أفضل نقطة تابعة للنظام في ريف حلب الشمالي. في ريف حلب الشمالي أقوى نقطة للنظام في ريف حلب الشمالي مدرسة المشاة. وبإذن الله، بإذن الله، من انتهينا من مدرسة المشاة على حماة وحمص بإذن الله. انتهى اليوم الأول وقد تمكن فيه الثوار من السيطرة على عدة مباني في الكلية، واجتمعوا مساء ليعدوا الخطة لليوم الثاني. مجد الدين الحلبي، أورينت نيوز، حلب.